الإجارة التمليكية هي خدمة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الجديدة، والتي تمكن زبائن الكناب من اقتناء عقار عن البنك بهامش ربح بعد اشتراء الصندوق المنزل من صاحب المشروع دون اللجوء إلى الاقتراض من البنك بفوائد أو ما يسمى بتمويل السكنات بالصيغة الإسلامية. الإجارة التمليكية هي صيغة تمويل تتمثل في شراء عقار من طرف البنك بناء على طلب الزبون. هو يخيروا يشوفوا ومن بعد يجي البنكة يقول لنا حبيت تمولوا لي هذا البيت نشريوه، من بعد وفق عقد نكريوه له وهو يخلص لنا إيجار على مدة معينة محددة مسبقا وفق العقد. بعد المدة المحددة نقوم بعملية التنازل لصالح الزبون. الخدمة مفتوحة لكل المهنيين والمواطنين من 21 سنة فما فوق، إضافة إلى بعض الشروط والبنود بين الزبون والبنك. نقدروا نمولوا أي مواطن عنده يكون مدخول وتتراوح عمره من 21 حتى 70 سنة. يمكن أن تصل نسبة التمويل حتى نسبة 90% من ثمن السكن. حد الأقصى هو 100 مليون دينار جزائري، يعني بالعامية 10 ملاير سنتيم. وبالنسبة للعقار الاشتراء يكون عن المقاولين العموميين أو الخواص لتعمم العملية بعد ذلك على اقتناء السيارات. نشريو سيارة ونبيعوها لك وانت تخلصني على اقساط، لكن هذا المنتوج راح نطرحوه مسح في مرحله ثانيه ماشي المرحله الاولى. المرحله الاولى تخص السكن. العمليه ستنطلق قبل نهايه 2017 في 11 ولايه على ان تعمم تدريجيا على كل التراب الوطني عبر 217 وكاله كناب.